بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات التعليم الفني التجاري نظام ال3 سنوات وال5 سنوات، أهلا ومرحبا بكم في قناة الأستاذ للمواد التجارية. معاكم الأستاذ حسن برمو، كبير معلمي المواد التجارية بمدرسة إدكو التجارية محافظة البحيرة، وموجه أول محاسبة سابق. ما زلنا مستمرين مع بداية عام 2022 في مادة المحاسبة الحكومية. مادة المحاسبة الحكومية المقررة على شعبة الشؤون القانونية اللي هي شعبة قانون. أخذنا الحصة الأولى في جزء نظري، والنهاردة إن شاء الله في الحصة الثانية بنستكمل جزء نظري آخر علشان ننتهي من الجزء النظري في الأول، وبعد كده ندخل في الجزء العملي. النهاردة بنتكلم على نظم المحاسبة الحكومية في الوحدات الإدارية. نظم المحاسبة الحكومية في الوحدات الإدارية. إذن عرف لنا يا أستاذ حسن، يعني إيه النظام المحاسبي الحكومي؟ طالما أنت بتقول نظم، ما هي نظم دي جمع نظام. يقصد بالنظام المحاسبي الحكومي مجموعة العناصر والأساليب الفنية المستخدمة في إيه بقى؟ في تجميع وتبويب وتلخيص البيانات المالية المتعلقة بأنشطة الوحدات الإدارية الحكومية. بأنشطة الإيه؟ الوحدات الإدارية الحكومية. دي المادة اسمها محاسبة حكومية. وتحليل البيانات لأغراض التخطيط والرقابة وتقييم الأداء. ده تعريف النظام المحاسبي الحكومي. طيب هنعرف حتتين مهمين او جزئيتين مهمين جدا، وبيجوا في اكمل وفي التوصيل. تنقسم المجموعه المستنديه، لان انا عندي مجموعه مستنديه وعندي بعد كده هناخد مجموعه دفتريه. تنقسم المجموعه المستنديه الى 3 انواع رئيسيه. هي دي المجموعه المستنديه، تنقسم الى 3 انواع رئيسيه. هي 1 مستندات الصرف، 2 مستندات التحصيل، 3 مستندات الشراء. يبقى صرف وتحصيل وشراء. تعال نعرف بقى كل نوع منهم كده. 1 مستندات الصرف، ايه المقصود بيها؟ المستندات التي تؤيد اي عمليات صرف. والمقصود بصرف يعني صرف مبالغ سواء نقدا او بشيكات. ايوه، يبقى مستندات الصرف هي المستندات التي تؤيد أي عمليات صرف، استخراج شيك أو إذن صرف. خلاص؟ طيب 2 مستندات التحصيل. طب إحنا هنحصل إيه؟ الوحدات الإدارية الحكومية هتحصل إيه؟ أكيد إيرادات، مظبوط؟ طيب يبقى مستندات التحصيل هي المستندات التي تؤيد كافة عمليات تحصيل الإيرادات. 3 مستندات الشراء والتخزين. مستندات الشراء والتخزين هي المستندات الخاصة بشراء الأصناف وتخزينها وتسجيلها وصرفها للاستخدام وارتجاعها. من بداية ما نشتري الخامات والمواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية بمستندات، أدي شراء الأصناف، وبعدين نخزنها ونسجلها ونصرفها للاستخدام، ولو في اصناف هترتجع هيتم ارتجاعها. ادي مستندات الشراء والتخزين اللي هي المستندات الخاصه بشراء الاصناف وتخزينها وتسجيلها وصرفها للاستخدام وارتجاعها. دي كان اسمها المجموعه المستنديه. تعال بقى تنقسم المجموعه الدفتريه. الدفاتر بقى اللي هتستخدم في الوحدات الاداريه الحكوميه. تنقسم المجموعة الدفترية في الوحدات الإدارية الحكومية إلى 3 أقسام رئيسية. هي 1 دفاتر اليومية، 2 دفاتر الأستاذ، 3 دفاتر بيانية وإحصائية وسجلات مخزنية. آدي المجموعة الدفترية: دفاتر يومية، دفاتر الأستاذ، دفاتر بيانية وإحصائية وسجلات مخزنية. خلاص؟ طيب ما تدينا كده نوعية أو عينات كده من الدفاتر واستخدامها. ده طويل شوية، حاجة طويلة. 14 مستند أو 14 دفتر واستخدام. أيوة بس سهلين سهلين. بعض الدفاتر واستخداماتها: 1 حاجة اسمها دفتر يومية الخزينة. يومية خزينة أنت تفهم منه
في فلوس داخله وطالعه، ايوه، سواء نقديه او شيكات او كده مثلا، يعني دفتر يوميه الخزينه لبيان حركه النقديه، نقديه هو قال لك نقديه في الخزينه من متحصلات ومدفوعات نقديه. يبقى دفتر يوميه الخزينه ده بيجي لك في ايه؟ في اختار، في اكمل، في التوصيل لبيان حركه النقديه في الخزينه من متحصلات ومدفوعات ايه؟ نقديه. اتنين، دفتر ح اللي هي حساب النقديه، دفتر حساب النقديه الاولاني ده كان اسمه دفتر يوميه الخزينه، ده دفتر حساب النقديه 87 عين ح. عين ح يا اولادنا يا حبايبنا اسمها عمومي حسابات، عين ح عمومي حسابات، اعرف انت بس 87 عين ح بيستخدم في او بنسبه في ايه؟ دفتر حساب النقديه 87 عين ح لإثبات المبالغ المحصلة نقدا، عشان كده سموه دفتر حساب النقدية، لإثبات المبالغ المحصلة إيه؟ نقدا. طيب ثلاثة، دفتر الحسبة اليومي، الحسبة اليومي بنحاسب نفسي يوميا، أيوة، دفتر الحسبة اليومي 69 عين ح عمومي حسابات، ده عبارة عن إيه؟ ميزان مراجعة. طب ميزان مراجعة يعني جانبين، يعني مدين وداين، أيوة، مهم قوي دفتر الحسبة اليوم ده، ده احنا هناخده كمان عملي. 69 عين ح ميزان مراجعة يومي للعمليات المالية، وينقسم إلى جانب مدين وجانب دائن، وإيه الشرط الأساسي فيه؟ ويجب مطابقتهما يوميا. يعني دفتر الحسبة اليومي انت بتقول بتحاسب نفسك أول بأول، إيه اللي لك وإيه اللي عليك؟ يبقى هو ميزان مراجعة يومي للعمليات المالية، وينقسم إلى جانب مدين وجانب دائن، ويجب مطابقتهما اللي هما الجانبين يعني يوميا. طيب نيجي أربعة، دفتر يومية المخزن 114 عين ح. دفتر يومية المخزن 114 عين ح مين اللي بيمسكه؟ مين اللي يعني بيسجل فيه بيحتفظ بيه؟ يمسك بمعرفة أمين المخزن، حتى اسمه دفتر يومية المخزن، يمسك بمعرفة أمين المخزن ويقيد به حركة المخزن من وارد ومنصرف. أي خامات، أي سلع، أي مشتريات واردة بتسجل، وأي أصناف منصرفة تسجل. ده دفتر يومية المخزن 114 عين ح. يبقى يمسك بمعرفة أمين المخزن ويقيد به حركة المخزن من وارد ومنصرف. خمسة، دفتر يومية الشطب، خد بالك بقى من اللفظ اهو، دفتر يومية الشطب 115 عين ح. دفتر يومية الشطب 115 عين ح يقيد به الأصناف الواردة والمنصرفة في المخازن الرئيسية فقط. يبقى دفتر يومية الشطب ده مقتصر على ايه؟ المخازن الرئيسية فقط وليس المخازن الفرعية. يبقى دفتر يومية الشطب 115 عين ح يقيد به الأصناف الواردة والمنصرفة في المخازن الرئيسية فقط. ستة، دفتر يومية العهدة 118 عين ح. طب عهدة مين؟ أمناء المخازن. دفتر يومية العهدة 118 عين ح يمسك بواسطة أمناء المخازن الرئيسية والفرعية والإقليمية. يبقى سواء رئيسية فرعية إقليمية هو دفتر يومية العهدة 118 عين ح. مين اللي يمسك بواسطة مين؟ أمناء المخازن. طيب سبعة، دفتر فهرس الأصناف، فهرس زي ما تقول فهرس الكتاب، الموضوعات كده بتاعت الكتاب. دفتر فهرس الأصناف لترتيب الأصناف المستديمة والمستهلكة، وركز على كلمة أصناف مستديمة، مستمرة معانا على طول، ومستهلكة انتهت خلاص ويلا ايه خردها بقى وديها كخردة. دفتر فهرس الأصناف لترتيب الأصناف المستديمة والمستهلكة ترتيبا هجائيا، حسب الحروف الأبجدية، ألف ب ت أو اي بي سي وكده. تمانية، الأضابير، ايه لفظ غريب قوي، الأضابير هتستعملها وتستخدمها كتير، الأضابير عشرة سيرة اسمها كده خلاص، ده دفتر اسمه كده أو مستند اسمه كده، الأضابير كام؟ 101 سيرة، معذرة، الأضابير 101 سيرة، دي عبارة عن إيه؟ ملفات لحفظ المستندات
ومرفقاتها الأصلية. يبقى الأضابير 101 سيرة، 101 سيرة ملفات لحفظ المستندات ومرفقاتها الأصلية، دي ثابتة في امتحان كل سنة في النظري. تلاقي كلمة الأضابير، تلاقي كلمة ملفات. الأضابير 101 سيرة ملفات لحفظ المستندات ومرفقاتها الأصلية. 9 دفتر حساب الشيكات 56 عين ح. دفتر حساب الشيكات من اسمه كده، ده هنثبت فيه ايه؟ هنثبت فيه حوالات؟ هنثبت فيه نقدية؟ أكيد شيكات. دفتر حساب الشيكات 56 عين ح، أصل هو يجيب لك ده، يجيب لك كلمة دفتر حساب الشيكات 56 عين ح، وفي المجموعة ب ده التوصيل مثلا أو في الاختيار، يروح جاب لك بقية الجملة. يبقى دفتر حساب الشيكات 56 عين ح لإثبات الشيكات الصادرة من الوحدة. صح، دفتر حساب الشيكات 56 عين ح لإثبات الشيكات الصادرة منين؟ من الوحدة. 10 دفتر حساب الحوالات. الحوالات تلاقي كلمة حوالات جمع حوالة، زي ما أنت بتقول أنا كنت إيه ورطت المصاريف بحوالة بريدية. الحوالات جمع حوالة، تربطها على طول بحاجة اسمها أذون الصرف. يبقى دفتر حساب الحوالات 54 عين ح يخصص لإثبات أذون الصرف. أذون جمع إذن، إذن صرف جمع أذون الصرف. يبقى دفتر حساب الحوالات 54 عين ح يخصص لإثبات أذون الصرف. طيب 11 دفتر حساب الشيكات تحت التحصيل. ده كان في قبل كده دفتر حساب الشيكات، ادي رقم 9 اللي هو 56، ده بنسبة فيه الشيكات الصادرة يعني اللي طالعة من الوحدة. أمال بقى دفتر حساب الشيكات تحت التحصيل، وكلمة تحت يعني لسه لم تتم عملية التحصيل. دفتر حساب الشيكات تحت التحصيل 78 عين ح يخصص لإثبات الشيكات الواردة من الوزارات والمصالح. الواردة للإيه؟ الواردة للهيئة أو للوحدة الحكومية أو للإدارة الحكومية. يبقى دفتر حساب الشيكات تحت التحصيل 78 عين ح يخصص لإثبات الشيكات الواردة من الوزارات والإيه والمصالح. 12 دفتر حساب الكفالات. أول ما تلاقي كلمة كفالات تدور على خطابات الضمان. آه الولد ده عامل حكاية كده، جنحة، راح المحكمة، القاضي حكم عليه بكفالة، يقول لك إيه؟ هات حد يضمنه. آه دفتر حساب الكفالات، كفالات 78 عين ح يخصص لإثبات الكفالات اللي هي خطابات الضمان. طيب 13 دفتر يومية قيد استمارات الصرف، مهم أوي المستند ده. دفتر يومية قيد إيه؟ استمارات الصرف 224 عين ح. استمارات الصرف 224 عين ح لقيد استمارات الصرف على اختلاف أنواعها. على اختلاف أنواعها. يبقى دفتر يومية قيد استمارات الصرف 224 عين ح لقيد استمارات الصرف على اختلاف ايه انواعها. 14 اخر نقطة في الجزء ده، دفتر يومية التسويات برضو 224 عين ح، ده اسمه دفتر يومية التسويات. التاني دفتر يومية قيد استمارات الصرف. طب دفتر يومية التسويات 224 عين ح بيقول ايه وخصص لايه؟ يخصص للتسويات وتفريغ أذون التسوية. حتى من اسمه ده اسمه دفتر يوم التسويات، يبقى يخصص للتسويات وتفريغ أذون الايه التسوية. ده الجزء الأول في الحصة بتاعتنا النهاردة، لسه في جزء تكميلي هناخده حالا إن شاء الله. طيب نستكمل الجزء النظري بتاعنا النهاردة، بعض الاستمارات واستخداماتها. بعض الايه؟ الاستمارات واستخداماتها. 1 استمارة اعتماد الصرف 50 عين ح. استمارة ايه؟ اعتماد الصرف 50 عين ح، ايوه، تستخدم لصرف المبالغ المستحقة على الجهات الحكومية. تستخدم لايه؟ لصرف المبالغ المستحقة على الجهات الحكومية، اللي هي استمارة اعتماد الصرف 50 عين ح. 2 استمارة 51 عين ح، يبقى لو نكت اسمها اعتماد الصرف 50، دي استمارة 51 عين ح تستخدم لصرف بدل السفر ومصاريف الانتقال.
يعني انا كراجل موجه عام او موجه او موجه اول، تمام كده، وبن ايه بنوجه وبنمر وبننتقل من المدرسة لمدرسة. طيب بنصرف مصاريف من جيبي من مرتبي، بعد كده بنطالب بايه، بان انا ناخدها او ناخد جزء منها مثلا يعني. فبيعملوا لي ايه، استمارة 51 عين حاء تستخدم لصرف بدل السفر ومصاريف الانتقال. خلاص. طيب اي موظف اي عامل راح يقضي مأمورية او مسؤولية للشركة اللي هو شغال فيها او للوحدة الادارية او للمصلحة او للوزارة او لاي حاجة، فبعد ما يصرف من جيبه بيجوا يقولوا له ايه، صرفت كام من معاك، ويروحوا محررين استمارة كام، 51 عين حاء تستخدم لصرف بدل السفر ومصاريف الانتقال. ثلاثة، استمارة 62 عين حاء، ماشي، 62 عين حاء تستخدم لاستعاضة المنصرف من السلفة المستديمة. ده موضوع هناخده عملي بالتفصيل. استمارة 62 عين حاء تستخدم لاستعاضة، يعني لإيه؟ للحصول على عوض، استعاضة تعويض. أنت صرفت كام يا عم؟ 20 جنيه؟ اتفضل خدهم أهو. هناخد في العملي لما أنا أبقى راجل كبير في السن كده وعايزين نريحوه، وبندوله مبلغ كده يخليه معاه اسمه السلفة المستديمة، بحيث إنه يصرف منه على الحاجات الصغيرة الرفيعة، بدل ما كل شوية نروحه للإيه؟ لأمين الخزنة ومش عارف إيه وهات وهات، لأ. حاجة صغيرة، عايزين مثلا مشروب، أدوات نظافة، طوابع، طوابع بريد، دمغة، حاجات صغيرة كده. فبندوا للراجل مبلغ، نقول له خد يا حاج فلان، خلي معاك ال 400 جنيه دولي واصرف منهم على الحاجات دي لصالح الوحدة الإدارية يعني، واللي تصرف آخر الشهر سجله وقول والله أنت كنت عاطيني 400 جنيه، لحد آخر الشهر صرفت 350 ومعايا 50 أهو، عوضوني بقى، عوضوني عن اللي أنا صرفته. اه نقول له صرفت كام؟ 350، اتفضل خد زيهم 350 اهو. يبقى استمارة 62 عين ح تستخدم لاستعاضة المنصرف من السلفة المستديمة. أربعة، استمارة 62 عين ح بس مكرر، يبقى دي 62 عين ح لاستعاضة المنصرف من السلفة المستديمة. أما استمارة 62 عين ح مكرر تستخدم لصرف بقى السلفة المستديمة، يعني دي استعاضة المبلغ اللي انسرق خلاص، لكن متبقي مع مبلغ. دي بقى 62 عين حاء مكرر تستخدم لصرف السلفة الايه المستديمة. طيب خمسة، استمارة 132 عين حاء، اشهر الاستمارات دي، 132 عين حاء تستخدم لصرف مرتبات العاملين. العاملين في اي مصلحة، في اي ادارة، في اي وحدة ادارية حكومية، تمام كده، عشان يصرفوا لهم مرتباتهم بيحرروا. استمارة اسمها كام؟ 132 عين حاء تستخدم لصرف مرتبات العاملين. طيب في موظف كان غايب او كان في اجازة او كان مثلا في عمرة ورجع وعايز مرتبه اللي ما خدهوش، بيحرروا له ايه؟ استمارة 132 عين حاء مكرر، مكرر تستخدم لصرف مرتبات موظف واحد، موظف ايه؟ واحد. يبقى دي لصرف مرتبات العاملين 132 عين حاء، لكن لصرف مرتبات موظف واحد يبقى 132 عين حاء ايه؟ مكرر. بعد كده بنتكلم على اخر جزء النهارده في النظري، مستندات اخرى واستخداماتها. مستندات اخرى، ايوه، واستخدامها في ايه؟ واحد، سجل الارتباطات 291 عين حاء و292 عين حاء. خلاص، مش عايز بقى طالبه وطالبه يقول لي طب والارقام دي هنحفظوها، بس اقراها بس كده، اقراها وهي العمليه بسيطه جدا. اصل دي مقر يعني ايه؟ يعني ما نشرحهاش ونكروتوها مثلا نلغوها؟ لا، ده انا جايب لك كمان اهم السجلات والمستندات والاستمارات المهمه قوي. سجل الارتباطات 291 عين حاء و292 عين حاء يخصص للارتباطات، اصل عمره ما هيقول لك بيستخدم في ايه؟ لكن هو يجيبه لك ويجيب لك الوظيفه بتاعته عمله، وانت توصل او تختار او تكمل. يبقى سجل الارتباطات 291 عين ح و292 عين ح يخصص للارتباطات، من اسمها حتى سجل الارتباطات، للارتباطات الخاصه بالوحده الاداريه، عشان كده بقول لك افهم ما تحفظ. اتنين، سجل حصر طلبات الصرف، سجل ايه؟ حصر طلبات الصرف الوارده 55 عين حاء
سجل حصر طلبات الصرف الواردة 55 عين ها يستخدم لحصر جميع طلبات الصرف. الله، يبقى من اسمها سجل حصر طلبات الصرف يستخدم لحصر جميع طلبات الصرف الواردة للوحدة. ثلاثة، قسائم جمع قسيمة، ماشي، قسائم التحصيل النقدي، مهمة أوي مشهورة جدا دي، قسائم التحصيل النقدي 33 عين ح تستخدم لتحصيل المبالغ النقدية في الخزائن العامة. ده احنا هناخد في الجزء العملي، الجزء العملي الفرق بين الخزينة العامة والخزينة الفرعية، ودي بتستخدم فين ودي بتستخدم فين، وفي حالة استلام نقدية تمام هتتسجل ازاي. يبقى قسائم التحصيل النقدي 33 عين ح تستخدم لتحصيل المبالغ النقدية في الخزائن العامة. أربعة، إذن التسوية 61 عين ح، إذن التسوية 61 عين ح لإثبات العمليات التي لا يترتب عليها صرف مبالغ. إذن تسوية بس ما تصرفش حاجة، إذن التسوية 61 عين ح لإثبات العمليات التي لا يترتب عليها صرف مبالغ. خمسة، دفتر أستاذ مفردات المصروفات، دفتر أستاذ مفردات المصروفات، أيوة 81 عين ح، ده الإيه؟ لتسجيل حسابات المصروفات المختلفة، ده كلمة مفردات يعني أنواع، أيوة. يبقى دفتر أستاذ مفردات المصروفات 81 عين ح لتسجيل حسابات المصروفات المختلفة، وده جانب مدين فقط. تقولي صح، ما المصروفات أصلا مدينة. طب شوف ستة بقى الأخيرة، دفتر أستاذ مفردات الإيرادات، أكيد أنت هتتوقع أن الجانب بتاعه إيه؟ دائن، مظبوط. يبقى دفتر أستاذ مفردات الإيرادات 81 عين ح، ده برضه 81 عين ح أهو، بس ده لإثبات تحصيل الإيرادات، وجانب دائن فقط، جانب دائن فقط. بكده نكون أنهينا النهاردة الجزء الثاني الشيق والجميل وبسيط كده وقروب هدوم، تمام كده، في ايه؟ في مادة المحاسبة الحكومية المقررة على الصف الثالث نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، وانتظرونا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية نستكمل بها مادة ايه؟ مادة المحاسبة الحكومية.